أهلا بيكم في الحلقة الثالثة اللي هنتكلم فيها عن تاريخ الأعظم. احنا بنتكلم على حتشبسوت، أعظم ملكة من ملكات مصر، الملكة حتشبسوت. اسم يتردد في العالم كله، معبد من أهم معابد اللي بنشوفه في حياتنا، روعة وجمال معابد الدنيا كلها، معبد حتشبسوت. رسومات على في المعبد ده يعني الحقيقة هي رسومات تحكي تاريخ ليس له مثيل في العالم، سمي بالتاريخ الأعظم، تاريخ مصر. لما يجي نشوف ايه اللي عملته حتشبسوت في تاريخ حكمها لمصر، هي اختارت ان مصر تكون مرسلة للحضارة المصرية الى العالم الخارجي. كان ليها زيارات كتير قوي لبلاد بونت وصداقات في بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. كانت بلاد منتعشة حضاريا نوعا ما، لها ملكة ولها شكل كيان، لكن لم ترتقي إلى ما وصلت إليه الحضارة المصرية. تخيلوا ملكة بونت كانت بتبجل الملكة حتشبسوت. كان عندها مشكلة كبيرة جدا أرسلتها في بردية إلى الملكة العظيمة المصرية لتطور الطب في مصر اللا نهائي، اللي إحنا لحد النهاردة بنعجز أمام هذا العلم الحديث اللي في مصر. وتطلب منها إنها تيجي مصر وتتعالج من مرض اسمه داء الفيل، اللي هو الجسم بيتضخم زيادة عن اللزوم، والغدد الليمفاوية والأوردة الليمفاوية بيبقى فيها ميكروبة وبتؤدي إلى هذا المرض. الحقيقة كان لها بترحب بوجودها في مصر، وقام الأطباء المصريين بعلاج هذه الملكة من داء الفيل. على فكرة داء الفيل النهاردة ليس له علاج، يعني بالعلم اللي احنا فيه ده لا يوجد علاج لداء الفيل. فالحقيقة ده اللي حصل، انها جت اتعالجت، رجعت الى الصومال او بلاد بونت، وكانت بترسل الهدايا وتجزي الهدايا الى الملك حتشبسوت بشكل قوي جدا. وعشان كده انشأت حتشبسوت اسطول من السفن البحرية المصرية، الاسطول البحري المصري، لنقل البضائع من افريقيا وبلاد بونت. لكن كمان كان لهم مهمة تانية مهمة جدا، اللي هي غز الشرق. كانت مهمة الأسطول انه يبدأ يعمل أبحاث، ازاي يوصل للهند، ازاي يوصل للصين، ازاي يوصل لأستراليا. كان ليا الحظ ان انا اكون مبعوث رسمي من الدولة المصرية اني اقول كلمة مصر في البرلمان الأسترالي في 2014. الحقيقة لما رحت هناك كان في جالية مصرية رائعة من المصريين اللي عايشين في أستراليا من الخمسينات في هجرة، وهي جالية مصرية من أرقى الجاليات وأحب الناس لمصر. لما الجالية المصرية دي في استقبالي قالوا لي ده إحنا عندنا كهوف في سيدني في أستراليا فيها رسومات فرعونية وبيتحدثوا عليها على مستوى أهل أستراليا بس، مش بشكل اللي المفروض يكون العالم كله يعرفه. أنا ما كنتش مصدق، لكن كان مهم جدا أني أروح أزور الكهوف دي. أنا هفرجكم الكهوف دي مرسوم فيها إيه، مرسوم فيها نفس الرسومات الهيروغليفية الفرعونية اللي موجودة في مصر، أنوبيس، الآلهة حتى المصرية، الآلهة الشمس، النجوم. الحقيقة أنا كنت يعني في سعادة وحزن إن من اكتشف أستراليا والصين والهند وهذا الممر الكبير ده كله هي الملكة حتشبسوت. ونلتقي بعد الفاصل.